بسم الله الرحمن الرحيم، بنرحب بحضراتكم واهلا بيكم. الحقيقه في شيء غريب حصل بالامس واول امس. هقول لك ايه اللي حصل. مصر كانت في كلام اتصالات، سميها اتصالات، المهم كان في كلام ما بين مصر واسرائيل، بيكلموا اسرائيل عشان يدخلوا مساعدات لغزه. فالكلام حصل والرد الاسرائيلي لمصر لا، مفيش مساعدات داخله. طيب دي مساعدات انسانيه، دي اغذيه، ده دواء، لا، قال لك لا مفيش حاجه داخله. اسرائيل عملت ايه بقى عشان تمنع انه مصر تدخل مساعدات؟ يعني هي مش بس رفضت انه مصر تدخل مساعدات شفهيا، قاموا ضاربين معبر رفح. طبعا ضرب معبر رفح في الجانب الفلسطيني ده بيمنع انك تدخل اي شيء لغزه، مفيش حاجه داخله. هو قال وزير الدفاع الاسرائيلي، قال لك لا ماء، لا دواء، لا مساعدات، لا كهرباء، مفيش حاجه داخله. رقم اتنين، صدر في نفس الوقت يعني تصريحات تعتبر تصريحات فيها جس نبض، يعني انا بزود حصار الناس دي، هجوعهم، مفيش اكل، مفيش كهرباء، مفيش دواء، مفيش حاجه خالص. طيب الناس دي لما تحاصر بهذا الشكل، رقم ثلاثة بقى، انت مش بس بتحاصرهم بهذا الشكل، ده انت كمان بتهددهم بانك هتجتاح القطاع. يعني انت داخل مش حصار فقط، ده انت بتزود وبتجهز وبتستدعي 300,000 جند احتياط من قوام الجيش اللي هو الاساسي فيه او القوى العامله اللي فيه اللي موجوده، بتصل من 160 ل 170,000 جندي. استدعيت 300,000 احتياط وعاملين دلوقتي يعني موجودين على حدود غزه، ووزير الدفاع بيقول لك انا خلاص انا داخل اقتحم قطاع غزه. طيب دخول القطاع معناه ايه؟ معناه ان انت هتعمل ضغط على السكان عشان يفروا من القطاع. هيفروا يروحوا اسرائيل؟ لا طبعا، اقرب مكان يروحوا فيه هو مصر، وهو معبر رفح عشان يعدوا الى سيناء. ودي الخطه اللي اعلن عنها خلال الايام الماضيه. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال كلمه لو الناس يعني ركزت معاها، انا عايز اجيبها لك بدقه، يعني عايز اجيب لك الكلمه بالظبط زي ما هو قال. ايه قال كده؟ مصر لن تسمح بتصفيه القضيه الفلسطينيه على حساب اطراف اخرى، على حسابنا احنا. يعني هو قصده ان انت هتصفي القضيه، هتهجر السكان، وعايز تبدا تشتغل مع انك تحاصر القطاع، انك تتوغل في اراضيه وتطرد السكان، تجيبهم عند في مصر وتبدا انت تشوف مصالحك هناك. طبعا التصريح ده اللي هيقف امامه ويدرك معنى هذا التصريح هيعرف انه الرئيس بيتكلم على امر خطير جدا، وعلى معلومات بتشير لانه اسرائيل عايزه تخلي او تهجر جزء من سكان القطاع وتنقلهم الى داخل الحدود المصريه، في خطوه متكرره او محاولات متكرره سابقه. الحدث ده حصل بضغط في سنه 2008، وراح حوالي 700,000 فلسطيني جم مصر عشان يشتروا ما لديهم من احتياجات، وخرجوا تاني من الحدود المصريه، من الاراضي المصريه، نزلوا العريش يشتروا، خلصوا على الاسواق لانه كانوا محاصرين الله يكون في عونهم، ونزلوا العريش وبعدين خرجوا تاني، راحوا فلسطين، راحوا غزه يعني. فالموضوع نفسه الرئيس بيحذر من تكراره. طيب التحذير اتى ليه؟ لانه في مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى، هو متحدث في الجيش الاسرائيلي، قال تصريح انه اللي عايز ينتقل من قطاع غزه الى سيناء او الى مصر فانه عليه انه ينتقل الان، لانه الموقف الان يعني هيكون صعب بالنسبه لكم كسكان في قطاع غزه. معلومه استهداف المساعدات او معلومه منع مصر من انها توصل مساعدات لفلسطين، ده نقلته مصادر اعلاميه في القناه ال 12، بتقول انه حذرت مصر من ارسال اي مساعدات لغزه وهددت باستهداف اي مساعدات. وقالت القناه ال 12 ان اسرائيل ابلغت مصر، خد بالك من الكلام الخطير، انها ستقصف اي شاحنات تحمل مساعدات لغزه عبر معبر رفح، لانه كانت اعلنت منظمات اغاثيه مصريه انها بدات في الاستعداد لتقديم قافله مساعدات انسانيه لسكان غزه بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب بيان نقلته وسائل اعلام رسميه مصريه. فالكلام وصل عند اسرائيل، مصر بتجهز عشان ترسل مساعدات لغزه. فلما انتقل الكلام ده قال لك لا، احنا هنجيب عليها وطيها في قطاع غزه ومفيش حاجه داخله، مفيش اي مصدر او اي نوع من الاغاثه هيدخل لسكان القطاع، انه اي مساعدات هتنقل سيتم استهدافها. طبعا التحذيرات الكلام واضح لحضراتكم جدا،
انا هستهدف اي مساعدة قادمة نحو فلسطين او نحو غزة. خد بالك كمان التحالف الوطني المصري للعمل الاهلي، وده كيان بيجمع عشرات المؤسسات، قال انه يستعد لارسال قافلة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الانسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم اطباء وكلام من حضرتك. مش عايز اطول عليك في الجزء ده، لكن مصر بمؤسساتها بتستعد لتقديم مساعدات ضخمة، وقالوا ان احنا يعني بنتضامن مع الشعب الفلسطيني. الامم المتحدة كمان دعت، ووكالات اخرى دعت عبر محادثات مع مصر الى ارسال مساعدات انسانية لغزة، وده وفقا لأسوشيتد بريس. وقال التقرير ان السلطات المصرية تواصلت مع اسرائيل والولايات المتحدة لتأمين الممرات الانسانية في غزة وسط القصف المستمر، وده بيأتي في وقت اعلان زي ما قلت لك وزير الدفاع انه هيعمل حصار كامل على القطاع. مصر طلبت انها توصل مساعدات، اسرائيل قالت لا مفيش مساعدات داخل القطاع ده لغاية الوقت. ممكن يكون الكلام مكمل او مستمر ما بينهم، لكن تعال اقول لك بقى الكلام الخطير حول موضوع توطين سيناء. زي ما قلت لك اللي حصل في 2008 700 الف شخص فلسطيني انتقلوا من فلسطين او من غزة الى داخل الاراضي المصرية الى داخل سيناء. بعدها في حصلت ما يشبه كلام، لكن وقتها من 2008 ما فيش حد قدر يجتاز السياج الحدودي او يعبر الحدود ما بين مصر وقطاع غزة. قطاع غزة حضرات تتكلم على مساحة يعني حوالي 365 كيلومتر. المساحة دي عايش فيها كم واحد؟ عايش فيها 2 مليون و3 من عشرة، يعني 2 مليون 300 الف شخص عايشين في قطاع مساحته 365 كيلومتر. خد عندك كمان المساحة دي المفروض ان فيها حوالي 19 الف فلسطيني بيشتغلوا في اسرائيل من سكان القطاع. الناس دي خلاص توقف عملها لدى اسرائيل. المساحة دي كمان فيها احياء زي حي الرمال. الحي ده تقريبا تم ابادته واستهدافه كاملا خلال الاحداث الاخيرة. المساحة دي تعتبر مساحة صغيرة لكن عليها حصار شديد جدا. وخد بالك امريكا النهاردة بترسل حاملة الطائرات اللي هي اليو اس اس جيرالد فورد، اللي هي احدث قدراتها في المجال ده، احدث حاملة طائرات لديها. امريكا عندها 11 حاملة طائرات وهي رقم واحد في العالم في المجال ده، حاملات طائرات طبعا او مروحيات، هي عندها 11. احنا كمصر عندنا 2 لكن مروحيات وليس طائرات. فامريكا بترسل حاملة الطائرات ووصلت بالفعل لمنطقة مقابل سواحل اسرائيل، وهما بيتكلموا على ارسال حاملة الطائرات. قالوا ان دي هتكون رسالة وردع لأي دولة وأي جهة غير حكومية عايزة تتدخل في الصراع الحالي. يعني هما بيرسلوا حاملة الطائرات عشان يمنعوا دخول حزب الله او دخول اي مؤسسة اخرى في الموضوع او في الصراع القائم حاليا. عايزين يمنعوا ايران، عايزين يمنعوا حزب الله، يمنعوا اي دخول، يخلوا الجبهة تكون مقتصرة على انها تكون جبهة ما بين الفلسطينيين والاسرائيليين فقط. حصل استهدافات من الاراضي السورية على الجولان المحتل، فردت اسرائيل بقصف جوي. حصل ايضا اشتباكات او استهداف لآليات اسرائيلية من مزارع شبعة او في مزارع شبعة في جنوب لبنان، من ايضا جنوب لبنان، وتم ايضا التعامل مع الامر وحصل بعض التوتر في اتجاه جنوب لبنان. هنا دخول بقى لتوترات اقليمية. سوريا كدولة اللي وجهت لها امريكا الرسالة، وحزب الله وايران دول برضو ومنظمات وجهت لهم امريكا الرسالة. ده طبعا اللي المفروض ان انخراط القوى الاقليمية في الصراع ده اللي بيكون امر خطير. ومصر على فكرة امريكا ليها ناس توفت في المشاكل اللي بتدور حاليا. مصر ليها 2 على فكرة اللي معرفوش البعض، انه يعني الولايات المتحدة الامريكية غاضبة من انه ليها رعاية حوالي 15 توفوا، هم رعاية يعتبروا معهم الجنسية الامريكية وهم اسرائيليين. مصر ليها مصريين حقيقيين 2 توفوا في منطقة خان يونس، سيدتان مصريتان من مدينة بورسعيد توفوا في خان يونس. فاحنا لينا برضو حق هناك في المشكلة اللي بتحصل، ولكن الموضوع ما بتنظرش ليه بالشكل ده لانه التوترات الاقليمية وزيادتها وتفاقم الوضع ده بينعكس على خطورة الامر. انت عايز تهدي الوضع عشان ما يصدروا لكش مشكلة في اتجاه سيناء. الحدود الفاصلة ما بين سيناء وقطاع غزة 14 كيلومتر. ال 14 كيلومتر بيتوسطهم معبر رفح من اتجاه الجنوب، وفي معبر كرم ابو سالم، ولكن المعبر ده مغلق، معبر رفح مضروب. وفي سور حدودي ما بين مصر وقطاع غزة،
السور ده انشأته مصر من حوالي من بعد 2008 عشان تحمي الحدود المصرية من الاختراقات. رقم 2، انت عامل منطقة عازلة داخل الاراضي المصرية مسافة بتمتد من 3-5 كيلومتر، وده مش عشان الفلسطينيين، ده بسبب التوترات اللي حصلت في الفترة من 2013 لغاية 2021-22، واللي كانت بتستخدم فيها انفاق التهريب من الجانب الاخر وهروب العناصر الى يعني ينفذوا العملية ويهربوا يروح الناحية التانية، وحصلت ايضا توترات في هذا الشأن. فانا عايز اقولك انه احنا امام توترات في المنطقة صعبة، مرحلة لازم يكون فيها احنا عندنا وعي لخطورة الموقف. انت ممكن تكون عايش وماشي في الشارع وبتروح شغلك، بتروح المكان اللي انت بتروحه بدون ما انت حاسس باي حاجة، لكن احساس الدول المجاورة، احساس المناطق المجاورة، احساس الفلسطينيين بالازمة وبالمشكلة وتوترات الوضع ده بينعكس على الدول المجاورة، لكن انت بتحاول او الرئيس والدولة بتحاول انها ما تصلش ليك يعني الوضع، او ما تحسش بيه كمواطن مصري انه تحس بالوضع اللي منعكس عليك حتى اقتصاديا. البورصة المصرية تأثرت اول ما الاحداث بدأت، وبالتالي لازم نكون مدركين، لانه ان شاء الله ربنا يحفظ لنا بلدنا ويكون عندنا وعي بتحديات وصعوبات الموقف وادراك اهمية دعم بلدنا في كل موقفها والثقة في القيادة السياسية اللي هتكون يعني مش هتقبل اطلاقا زي ناس تانية قبل كده كانت ممكن تقبل، لكن بفضل القيادة السياسية لن تقبل ان يكون في اي مساومة على اراضي مصرية داخل مصر. ربنا يحفظ مصر ويحفظ لنا سيناء. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.